ما هي أهم النتائج سيد رمزي اللي توصل لها تقرير المرصد الاقتصادي العراقي الصادر عن البنك الدولي لهذا الموسم تحديدا حول العراق؟ شكرا استاذ علي على الاستضافة. الحقيقة هذا التقرير أشار إلى ما تفضلت وذكرته مع بتقريرك السابق، هو أن العراق يخرج تدريجيا من حالة ركود اقتصادي بعدما مر عليه في عام 2020 بسبب جائحة الكورونا وتدني أسعار النفط حينها، ليسجل نموا اقتصاديا بنسبة حوالي 11% بال 2021. وطبعا الأمور تسير بشكل أفضل خاصة مع زيادة العائدات النفطية، غير أن التقرير يشير كما يشير البنك الدولي إلى أن الأزمات الهيكلية التي كانت قد عصفت بالاقتصاد العراقي سابقا ما زالت، وبالتالي المخاطر ما زالت محدقة أمام الاقتصاد حتى مع ارتفاع عائدات النفط، وبالتالي من المهم جدا أن يكون هناك استفادة من هذه العائدات كما أشار أحد الضيوف لديك بأهمية النظر إلى الإصلاحات في هذه المرحلة. فبالفعل عندما يتوفر هذا الوفر المالي يتيح للحكومة القيام بالإصلاحات الضرورية أخذين بعين الاعتبار أهمية معالجة الأزمات الاجتماعية التي قد تطرأ نتيجة بعض هذه الخطوات، ومن الواجب العمل على مقاربتها بشكل يمنع وقوع الفئات الأكثر هشة والتي هي تكون إجمالا المتضرر الأكبر من أي عملية إصلاحية بزيادة فقر وبزيادة البطالة. فإذا يجب أن ينظر إلى الإصلاح بطريقة متكاملة، يجب أن ينظر إلى الإصلاح بطريقة تأخذ أيضا بعين الاعتبار أن لا تنسى الفئات الفقيرة والهشة في هذه الإجراءات الإصلاحية القادمة. سيد رمزي، ذكرت مصطلح الأزمات الهيكلية. في برنامج بالعراقي نحاول أن نوصل المعلومة لكل العراقيين الذين يتفرجون حلقة اليوم، ما هي الأزمات الهيكلية التي يعاني منها العراق؟ نعم أستاذ علي، العراق دولة تعتمد باقتصادها على النفط، وقد مررتم بأزمات متعاقبة شهدتم فيها انخفاضا لأسعار النفط مما أثر سلبا على الاقتصاد وأثر سلبا على حياة المواطنين، لأنه في نهاية المطاف نحن ننظر إلى المواطن. وطبعا تمريتم بأزمة بأوقات أيضا شهدتم فيها كما تشهدون اليوم ارتفاعا في أسعار البترول، وبالتالي هذه الحركة المتقلبة دفعت بالاقتصاد إلى عدم الثبات وعدم التوازن، وبالتالي يبقى العراق أسيرا لهذه السياسة. من هنا أهمية النظر، وقد تحدث البنك الدولي مرارا وتكرارا في كل التشخيصات التي قمنا بها على أهمية التنوع الاقتصادي، وكما أشار أحد التقارير التي وردت في السابق إلى أهمية النظر إلى القطاعات غير النفطية، إلى القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها لزيادة النمو، لخلق فرص عمل، لفتح مجال أمام استثمارات، وخاصة استثمارات من القطاع الخاص. فإذا من المهم جدا التنويع، من المهم جدا النظر إلى خلق البيئة المناسبة لاستثمارات القطاع الخاص، ومن المهم جدا النظر أيضا إلى ذهنية المواطن التي يجب أن يرى أن العمل وأن الإنتاج لا يقتصر فقط على التوظيف في القطاع العام. فهذه من الأمور الأساسية التي يجب العمل والنظر إليها. وطبعا وأشير وأؤكد دائما على أهمية أن يترافق ذلك مع النظر ببرامج حماية اجتماعية تتناول الفئات الفقيرة والفئات التي تعاني. طبعا هذا الكلام وأنتم على أبواب أزمة قد تكون الأخطر، وهي أزمة التأثيرات المناخية على العراق، وكيف يمكن للاقتصاد العراقي أن يتكيف مع هذه التأثيرات المناخية وفقا لخطط التنمية التي وضعتها الحكومة، وكيف تكون عملية الانتقال التدريجي باتجاه الاقتصاد النظيف مع ما يترتب عليه ذلك من تبعات مالية اقتصادية وعلى مستوى الرأسمال البشري. يعني دائما نتحدث عن يعني الأهداف، أهداف التنمية المستدامة في هذا البرنامج سيد رمزي، وهناك يبدو مشكلة في حتى فهم بعض هذه المفاهيم أو هذه المصطلحات. العوامل الرئيسية أسأل التي شخصتموها التي أدت إلى النمو الاقتصادي بنسبة 2.8، طبعا تحدثت عن أسعار النفط، هل في عوامل أخرى سيد رمزي غير أسعار النفط، ولا فقط أسعار النفط تحسنت صار أكو بحبوحة؟
لا، الحقيقة صار كمان بعض التحسن على مستوى الإيرادات غير النفطية ببعض القطاعات، خاصة على مستوى الخدمات. يعني أولا عودة الحياة الطبيعية بعد الإجراءات الوقائية التي تمت بسبب الكورونا أعادت الحركة إلى القطاعات الخدماتية، مما سمح بزيادة الناتج والإيرادات من هذه القطاعات، فهي أسهمت أيضا ببعض التحسن، ليس فقط على مستوى أسعار النفط، إنما هي ليست بالكافية، خاصة إذا ما نظرنا إلى قطاعات كانت سابقا وتاريخيا من القطاعات المنتجة في العراق كالزراعة مثلا. فهذه القطاعات يجب أن يعاد النظر إليها، ويجب أن يعاد النظر إلى كيفية إدخالها بإصلاحات أساسية وهيكلية تسمح لها بالانطلاق مجددا، طبعا أخذين بعين الاعتبار الظروف التي تمر بها. يعني نحن نعلم جيدا أنه التأثيرات المناخية التي تحدث في العراق أثرت على جودة ونوعية المياه المتوفرة، وبالتالي هذا كان له تأثير سلبي على الأراضي الزراعية، مما قلصها، مما زاد من نسب التصحر، مما دفع بهجرة المواطن من الريف إلى المدينة، وخاصة الفئات الفلاحية. وهذا كان له تأثير ليس فقط على المستوى السكاني وعلى مستوى الأراضي، إنما كان له تأثير أيضا على الأمن الغذائي، فالإنتاج الغذائي والزراعي في العراق قد تدنى. وطبعا هذا كان له التبعات التي ترتبت حاليا بسبب أولا ارتفاع أسعار السلع على السوق العالمي، وثانيا بسبب أزمة أوكرانيا التي كانت تعتبر أحد أهم المصادر للغذاء في العالم. فبالتالي في عندك مجموعة من عوامل الخطر تأتي لتتكالب بمواجهة الاقتصاد العراقي ومواجهة المواطن العراقي. يجب أن يصار إلى النظر بشكل متكامل إلى هذه الأزمة. ذكرت موضوع الأمن الغذائي، وأنا هنا يعني لعلي أقرأ يعني تقرير تحدث بالنص عن تحديات الأمن الغذائي الحالية في العراق. أسأل هنا سيد رمزي، ما هي توقعاتكم في البنك الدولي لمستقبل هذه الأزمة؟ ويعني يمكن جزء من كلام حضرتك يعني قلت ما الذي يجب أن يتم في هذا الباب، لكن هنا أسأل كيف يمكن للبنك الدولي أن يساعد العراق في هذه الأزمة والأزمات الأخرى التي تحدثت عنها؟ أستاذ علي، البنك الدولي كان قد وضع مجموعة من التشخيصات في القطاعات المختلفة، وكان لنا تواصل مع العراق على أكثر من 10 أو 12 سنة، ويقف البنك الدولي شريكا أساسيا مع العراق. فمحفظة البنك الدولي في العراق محفظة مهمة، يعني تقارب 2 مليار دولار أمريكي لتغطي مجموعة من المشاريع. فقط لأقول أنه التشخيص الذي نضعه على الطاولة، أول شيء نضعه بالتشاور مع الحكومات التي تعاقبت في العراق، ونحن نضيء ونشدد على أهمية النظر إلى هذه الأزمات التي تحدثنا عنها وأهمية العمل على مواجهتها. طبعا حاولت الحكومات مختلفة أن تضع بعض الخطط، وكان آخرها الخطة التي تقدمت بها حكومة السيد الكاظمي حول خارطة الإصلاحات التي أسميت بالورقة البيضاء، والتي قد تكون هي من المقاربات الأكثر شمولية إذا استطعنا القول في هذه المرحلة لتصور المستقبل الاقتصاد العراقي على المديين المتوسط والطويل المدى. طبعا النقاش حول تنفيذ بنود هذه الورقة أكانت جامعة أو قد أثارت بعض نقاط الاختلاف بين الأطراف المعنية، غير أنه من الضروري جدا أن يكون هناك توافقا سياسيا على أهمية معالجة الأزمات الهيكلية التي تحدثت عنها، أهمية الإصلاح، فلا خيار آخر غير هذا العمل. وأعود وأقول أنه الأزمات التي ورثها العراق على المستوى الاقتصادي نحن نرى تداعياتها، نرى تداعياتها على مستوى تدني مستوى الخدمات، على زيادة نسب الفقر، على زيادة الفوارق المناطقية بين المحافظات المختلفة، على نقص بعض الموارد الأساسية على المستوى الطبيعي، على نقص بعض الخدمات والقطاعات غير النفطية وأهمية تعزيزها من جديد. يعني لذلك يجب أن يكون هناك قرار لتوحيد الرؤية باتجاه وضع هذه الخطوات الإصلاحية الأساسية في ضوء في نهاية المطاف. أستاذ علي اسمح لي أن أقول أنت في مجتمع، في مجتمع 60% من هذا المجتمع نسبته دون 30 عاما، يعني عندك نسبة شباب مهمة جدا، وعندك تزايد سكاني مهم جدا، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أمام توفر الموارد. يعني إذا كنا نتحدث عن الأمن الغذائي الذي أثرته حضرتك،
هذا موضوع يجب أن ينظر إليه، لأنه تزايد عدد السكان في وقت ينقص فيه المد الغذائي نتيجة تدني العمل في المستوى الزراعي وارتفاع أسعار السلع الغذائية في العالم ونقصها في بعض الأماكن، هون نحن أمام مأزق يتجلى في خطورة موضوع الأمن الغذائي في بلد. وأعتقد هذا خطر قومي في بلد قومي. سيد رمزي، يعني في بلد عرف لآلاف السنين بخيراته وزراعته وأنهاره ومياه. طيب موضوع آخر طبعاً. إحنا ما نحب نحكي سياسة ويا حضرتك، لأنه أنا فعلا يعني أقدر وجود حضرتك وأقدر معلوماتك التقنية المهمة اللي جاي تطرحها، لكن أيضا التقرير ذكر بأن التأخير في تشكيل الحكومة وإقرار موازنة 2022 إذا ما استمر فإنه سيحد من إمكانية استخدام مكاسب النفط غير متوقعة وفقا للتقرير. تعليقك سيد رمز. أستاذ علي، نحن قلنا أن الفرصة سانحة، يعني وأحد التقارير اللي تفضلت وأشرت فيها في حلقتك سابقا تكلم أحد الزملاء عن أهمية الاستفادة من هذه الفرص. الإصلاحات تأتي في نوعا ما في زمن الرخاء كما أشرنا. تشكيل الحكومة لا شك أنه جانب مهم جدا، فإن العجلة الحكومية تتباطأ بالواقع الحالي، وبالتالي ليس هناك من موازنة. يعني أنتم أمام واقع يتجلى بأنه النسبة الأكبر من الإنفاق هو على الرواتب وعلى التقاعدات، فإذا في غياب للجانب الاستثماري الذي يسمح بخلق فرص عمل والذي يعطي هذا الانتعاش للاقتصاد خاصة على مستوى المواطن. فمن المهم جدا أن يصار إلى تشكيل حكومة، إلى حكومة تتبنى السير في طريق إصلاحي بغض النظر كيف تراه، ولكن المهم أن ينظر إلى هذا الإصلاح الذي أعود وأكرر القول أنه يجب أن يتلاقى ويتناغم مع النظر إلى التأثيرات المناخية وكيفية مقاربة هذا الموضوع وكيفية معالجته، خاصة أن العراق دولة نفطية بامتياز وأنتم تعتمدون على النفط، وخاصة أن العالم بدأ يضع قيودا على النفط الخام وأصبح يتجه باتجاه النفط الأقل حدة من جهة الكربون. وبالتالي إذا وضعت هذه القيود على النفط وعلى الإصدارات النفطية، يجب على العراق أن يأخذ هذه الخطوات، لو إلا تصبح الأسواق العالمية مقفلة أمام النفط العراقي. إيجاد بدائل هون أهمية النظر إلى هذه العوامل، وبالتالي كيف يمكن النظر إليها إذ لم يكن هناك سلطة سياسية تأخذ هذا الموضوع كخطة أساسية للعمل عليه وتعمل على جمع الصف بشكل متكامل على مستوى كل الوزارات المعنية طبعا وباتجاه وطني وخطة استراتيجية إلى الأمام.